كابتن، سبق أنت ولعبت يعني خلال هالتصفيات وقبل في الأرض المفترضة خارج العراق وأرض الخصم، هل تعتقد سيشكل فارق إذا لعبنا مع السعودية في أرض السعودية، وخصوصا هي حتكون تقريبا نهاية المشوار؟ هل تعتبر أنه فارق، ولا أنه هذا يمكن حافز أنه نلعب ونقدم أداء أفضل بأرضهم ونحاول نحرجهم ونحاول نجيب نقطة لصالح المنتخب؟ شنو يعني بعد هذا القرار الجديد اللي صار؟ شوف، هو طبعا لو كانت البداية يعني من البداية انه انت تلعب بالسعودية هي حالة طبيعية تكون، لكن بعد انه الاتحاد الدولي انطاك حقك انه انت تلعب خارج ارض السعودية مثل ما لعبت انت خارج ارضك المفترضة ايران، فهنا صارت ردود الافعال، والقرار كان بظلم حقيقة انا اعتقد وعدم عدالة، وانا اعتقد هذه ثاني مرة اللي عملت مع الفريق الفلسطيني بالتصفيات الأولية، وطبعا الفريق الإماراتي ذهب إلى فلسطين ولعب، والفريق السعودي تعكز على أنه لا يمكن أن يذهب إلى فلسطين والدخول إلى الأراضي الإسرائيلية. أنا أعتقد على منتخبنا من الآن يعد العدة يلعب في أي مكان، ويجب أن يقدم المستوى الطيب ويقدم مستوى يليق بالكرة العراقية. أنا حقيقة مع احتراماتي وتقدير الجميع للمنتخبات أفكر في منتخبنا، إذا كان منتخبنا بوضع طبيعي لاعبينا كانوا عند خلينا نقول عند الساعة القادمة، نعتقد لا يمكن نخاف في مع أي فريق وفي أي دولة نلعب مع أي منتخب. منتخب السعودي منتخب جيد، لكن منتخبنا قدم مباراة على مستوى جدا عالي مع المنتخب السعودي وحجمه طبعا، فأنا أتمنى طبعا أن يقدم المنتخب العراقي في السعودية مستوى طيب يليق بالكرة العراقية إن شاء الله.